أهلا بكم. قالت وزارة النفط إن متوسط صادرات النفط الخام لشهر تشرين أول الماضي بلغ 3,449,000 برميل يوميا من الموانئ الجنوبية. وأضافت الوزارة أن الصادرات حققت إيرادات مالية تجاوزت 8,555,000,000 دولار بمعدل سعر للبرميل المصدر بنحو 75 دولارا، مشيرة أن الكميات المصدرة من النفط الخام هي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق. تراجعت أرباح الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية المدرجة ببورصة العراق بما يقارب 32% في الربع الثالث من العام الحالي، وبلغت أرباح الشركة 151,000,000 دينار في الربع الثالث من 2018 مقابل 220,000,000 دينار عن نفس المدة من العام الماضي. كشفت وثائق صادرة عن ديوان الرقابة المالية والخاص بنتائج أعمال الرقابة والتدقيق بمخالفات تطبيق قرارات لجنة الشؤون الاقتصادية، ويوضح التقرير أن الموزع على 8 صفحات عددا من التجاوزات في المحافظات ومجالس المحافظات والمؤسسات والمصارف ومفوضية الانتخابات وجهاز الأمن الوطني وغيرها. ففي الصفحة الأولى رصد التقرير مخالفات لفرع المنتجات النفطية في ميسان والهيئة العامة للضرائب في ذي قار والمؤسسات البلدية العائدة لمديرية بلدية ميسان. أعلن نائب عن تحالف السائرون علاء الربيع امتلاكه أدلة لعقود فساد في أمانة بغداد ستطيح بسياسيين ومسؤولين شغلوا مناصب أمنية. وقال الربيع إن فتح الملفات لا يقتصر على المشاريع الحالية أو السابقة فحسب، إنما سيشمل الملفات التي أحيلت للنزاهة. وأفاد الربيع أن هناك شبهات فساد تحوم حول عقود كثيرة جرت في أوقات متباينة، فضلا عن وجود تلكؤ كبير في بعض المشاريع لم تقم أمانة بغداد بمعالجتها بشكل صحيح، أهمها مشروع قناة الجيش وماء الرصاف الكبير. نظم العشرات من العاملين بقسم التعبئة في معمل أسمنت سامان الاستثماري الواقع جنوب غربي محافظة المثنى، نظم اعتصاما أمام بوابة المعمل احتجاجا على تخفيض رواتبهم وعدم التزام إدارة المعمل بتعهداتها بتشغيلهم بشكل يومي. وقال عدد من المعتصمين إن مطالبتهم تتمثل بإعادة أجورهم كما كانت سابقا، مشيرين إلى أن إدارة المعامل قامت بتخفيض الأجور من 20,000 إلى 15,000 دينار يوميا، وأشاروا إلى أن عددهم يصل إلى 95 عاملا، مؤكدين أنهم سيستمرون بالإضراب والاعتصام إلى حين تراجع إدارة المعمل عن قراراتها بتخفيض الأجور وإرجاعها كما كانت. أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة عن تمكن الأجهزة المختصة من ضبط برادين محملين بالأسماك لا يحملان أي شهادة فحص طبي بيطري. وقال رئيس اللجنة جبار السعدي للمربد إن الجهات المعنية أجرت اتصالات مع المختصين الذين أكدوا أن كل براد لا يمتلك شهادة صحية يعتبر مخالفا في ظل الوضع الحالي. وكان المتخصص بالتلوث البيئي في جامعة البصرة شكري الحسن قد حذر المواطنين من استهلاك الأسماك القادمة من محافظة بابل خلال هذه الفترة على أقل تقدير، وذلك على خلفية نفوق عدد كبير منها، حيث يرجح أن نفوقها ناتج عن التسمم. والآن مشاهدينا الكرام نتابع أسعار النفط والمعادن والعملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي.
شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.